يا سلام بس نشوفك نقطة قصدي دي بعد شوي. ادلب تفتناز 3-4 اقطيع حامل الجيش الاسدي بالدبابات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ادلب تفتناز 3-4 هذه مبادرة كوفي عنان اقتحام الجيش الاسدي لمدينة تفتناز 3-4 الله اكبر. يقصفون بالدبابات والطيارات والهاونات. الله اكبر عليكم يا عرب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قصف عنيف على بلدة تفتناز واقتحام بالدبابات. الله اكبر.